بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن لغة العرب واسعة، وبعض الألفاظ التي كانت تستعملها العرب والتي نزل القرآن الكريم بها قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من استعمال في لغة العرب، وهذا ما يسميه علماء اللغة المشترك اللفظي، يعني لفظة واحدة تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر. فكيف أعرف أن المراد من هذه اللفظة هل هو المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ أعرف ذلك من خلال السياق التي تأتي فيه تلك الكلمة. نلحظ هذا في تلاوتنا للقرآن العظيم وفي قراءتنا له. مثلا عندنا فعل ظن يظن. الظن غالبا يعني ما نستعمله نحن بمعنى الرجحان الضعيف، يعني مثلا مثل قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني نظن ظنا ضعيفا، يعني ما نحن متأكدين. قد يأتي الظن أحيانا بمعنى ظن السوء، كما قال تعالى: وتظنون بالله الظنون، لما كانت غزوة الخندق، وتظنون بالله الظنون، يعني ظن غير لائق بالمولى سبحانه وتعالى. أيضا كما قال الله عز وجل: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا أيضا مشهور من استعمال ظن. لكن أحيانا ظن تأتي بمعنى تيقن. تصوروا، العرب تستخدم فعل ظن بمعنى تيقن، ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا يظنون بمعنى يتيقنون، هم متيقنون من أنهم راجعون إلى الله عز وجل. ولا يصلح في هذا المكان أن يكون ظن بمعنى يعني يظنون والله يمكن في يوم قيامة ويمكن ما في يوم قيامة، لا يصلح. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كذلك قوله تعالى على لسان المؤمن الذي يأخذ صحيفة أعماله بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابية. هنا ظننت بمعنى كنت متيقنا من أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار. إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا من المعاني المشتركة اللفظية. أيضا من تلك المعاني كلمة المحصنات. المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر النساء المحرمات قال: والمحصنات من النساء، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة متزوجة. وتأتي أحيانا المحصنة، كلمة المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المحصنات هنا بمعنى الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج امرأة حرة مثله، طبعا هذا في زمن النبوة لما كان هناك إماء، الآن في عصرنا ما في إماء، لكن الشاهد من الكلام أن الكلمة هنا المقصود بها الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني الإماء. إذن هنا المحصنات مرة جاءت بمعنى المتزوجات، ومعنى مرة بمعنى الحرائر. علينا أن ننتبه إلى هذا، ولعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نتعرض إلى مشترك لفظي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.